تنظيم هايل من حيث الملعب، من حيث الاهتمام بالتفاصيل. عامه احنا كنا بنلعب دورات رمضانيه قبل كده، طول عمرنا بنلعب دورات رمضانيه، بس الاختلاف السنه دي ان احنا شايفين لا، في فوكسنج قوي على التفاصيل اللي موجوده، لعيبه، المعلقين، يعني هم بيحاولوا يجمعوا ويخلوا موجود كل حاجه بحيث الناس كلها ما تكونش محتاجه حاجه في الملعب. نجلت الملعب لسه تقيله شويه، بس بتهيألي عشان الملعب جديد، بس مع الوقت بتهيألي الموضوع هيبقى تمام، هيبقى احسن. يعني النهارده كسبتوا اول ماتش في الافتتاح وكسبتوا اصحاب الارض والمنظمين، فعملتوا ماتش كويس يعني. فانت رايك ايه السبب ان الاداء اللي انتوا ظهرتوا بيه كان بالشكل ده؟ بص، احنا فرقتنا كلها، الناس اللي معانا كلها فرقه المعادي، كلهم ناس كانت بتلعب دوري قبل كده في سنين طويله، ناس بطلت، بس كلهم عندهم طبعا سيسو كوره ولسه مكملين. فاحنا الحمد لله عندنا لعيبه كويسه قوي، عارفه كويس قوي، بتعرف ازاي تمانج الدورات الرمضانيه، ولعب دورات رمضانيه كتير قوي، فعارفين ازاي بيقدروا يهدوا اول ماتش، بحيث ان احنا دايما اول ماتش في البطوله دايما بيبقى الاسترس بيبقى اعلى شويه، فازاي تقدر تمانج الحته دي. ده الموضوع ده، خبره لعيبه موجوده يعني. طيب، بما انك قلت اللعيبه، مين في اللعيبه دي شايف ان هو هيبقى نجم البطوله او هيسجل عدد كبير من الاهداف؟ لا، واحنا فرقتنا الحمد لله فيها ناس كلها زي ما بقول لك كانت تلعب دوري اهلي وزمالك، ويعني عندنا كابتن علي كاشا، كابتن شلبي، طارق شلبي، احمد حسين، محمد حسين، سيف منشاوي، جرواني، كل الناس دي. قلت الفريق كله. طيب، كل الناس دي اصلا كل الناس دي كانت بتلعب قبل كده، والناس دي كلها تقدر تاخد احسن لاعب في البطوله عادي خالص يعني. انت شايف ان انتوا ممكن توصلوا النهائي وتكملوا وتكسبوا البطوله، صح ولا ايه؟ ان شاء الله احنا نعمل اللي علينا، وان شاء الله باذن الله نوصل النهائي. تنظيم بصراحه حلو قوي، الفرق اللي موجوده في البطوله فرق كويسه قوي، وفي نفس الوقت يعني ده اكزاكتلي اللي احنا كنا بنترجته في البطوله. التنظيم كويس، كان في بس عندنا شويه مشاكل في المواعيد كده في اول ماتشات. يعني لو انت متابع الفرق اللي موجوده، شايف مين الفريق اللي اقرب ان هو يكسب يعني؟ والله هو في فريق اللي هو فريق، اعتقد فريق كيدز، ده فريق جامد جدا، وفريق شرف برضو. الفريقين دول اللي هم دول الفريقين اللي احنا حاطين عينينا عليهم في البطوله. ما توفقناش اول ماتش، لعبنا كويس قوي، بس يعني برضو لسه الفريق كله بيقرا بعضه كده، بس يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. فهو اول ماتش هنخسره، ان شاء الله الباقي تمام. لو هتتاهل مع حد في المجموعه تفتكر مين؟ فريق كيدز بيلعبوا كويس قوي، وفريق والفريق اللي لعبنا بصراحه برضو كان كويس قوي. ممكن ما كانواش بيحطوا نفس المجهود اللي احنا كنا بنحطه، بس هم يعني واضح ان هم كلهم خبره قوي، فيعني عرفوا ان هم بلمسات بسيطه ان هم يقدروا يخلصوا الماتش.